ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم. نفع الله بك محمد رضا من إندونيسيا. الشيخ محمود عكاوي. ما شاء الله، السيد محمد من إندونيسيا أبدع أيما إبداع. ما شاء الله. حسبت له كما تعلمنا منذ صغرنا أن نضبط المدود على الأصابع. أربع حركات. فعلا كان يستخدمه. إيه. فأنا حسبت هذا الأمر معه لأرى هل هناك تفاوت في المد، فكان منضبطا كالمسطرة. ما شاء الله. ما شاء الله. الغنن كانت منضبطة كالمسطرة. حتى يعني هذا الأداء الجميل أتذكر فيه قول الإمام الخقاني: أيا قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك الله الجزيل من الأجر. ما شاء الله. يعني وجدت عنده بعض الملاحظات الطفيفة الخفيفة البسيطة: ولنبلونكم، اختلسها، ولنبلونكم حال القراء، ولنبلونكم. الإخفاء عند الفاء ليس منضبطا عنده، إنما يأتي بغنة من الجوف، يعني خيرا فا، هي لابد أن تكون من بطن الشفة مع أصول الثنايا العليا، خيرا فا والأنفس. هذا كانت الملاحظة. ولينتبه من تفخيم المروة، الماء المروة ليس المروة. أما ما شاء الله، يعني ما شاء الله، ميزان القراءة ميزان. ما شاء الله. ما شاء الله. دكتور محمد أمين مشالي، ملاحظاتك. نعم، ما شاء الله، لا أجد كلمة للتعبير ووصفا للتعبير عن هذا الأداء الجميل والله. ما شاء الله. في البداية فقط كان استقلال خفت. كان ضعيفا خفتا منخفضا ربما هو في البداية كان قلقا في أدائه، أو لم يريد أن يظهر قدراته في الأداء في البداية. هو شخص، أنا أختار التفسير الثاني. لماذا؟ لأن بعد ذلك ما شاء الله أظهر إمكاناته وقدراته عنده في الأداء. ما شاء الله، هو عنده خبرة عظيمة، معرفة كبيرة في المقامات. ما شاء الله. يعرف كيف ينتقل من مقام إلى مقام آخر، ويعرف من مقام إلى مقام آخر، في انتقال من مقام إلى مقام آخر بأي طبقة يمكن أن يكون الأداء، ويعرف كل ذلك. يعني استعير عبارة شيخ بهلول: عنده ثقافة كبيرة واسعة للغاية فيما يتعلق بالأداء، بحسن الأداء. والله يعني هو أتى بأشياء يستحق الأداء الكامل المتكامل
الحسن. ما شاء الله. عندي كلمة واحدة بس. سامحني. السيد من بعد الشيخ محمد. الشيخ محمد رضا لاحظنا فيه عدم تغليب النغم على حساب التجويد. فتح الله عليه. آمين. كان متوازنا. ما شاء الله. الآن أنا يعني لازم أقول هذا الشيء بشأنك يا محمد. ما شاء الله أنت عندي مثال للقراءة يعني الكاملة المتقنة بهذا الطريقة الصحيحة يعني. ما شاء هذا الله. لازم يكون هيك لأنه في تحضير واضح تحضير. جدا. حسول. ثانيا يعني أنت تستغل في تحضيرك حتى المقاطع الصغيرة جدا عندما تنتقل. تعلم تماما أنك لا يجب أن تأخذ هذا الفرع من المقام لكي تذهب إلى مقام آخر. وهذا ما شاء الله. يدل ما شاء الله. على أنك اجتهدت اجتهاد وترى اجتهادك في مكانه. يلا. وسوف تأخذ درجتك عليه. نعم. عجبتني أيضا زخرفات في عنده يا شيخ. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. لا يفهمه العرب لكن نحن نستفيد. هو سيترجم له لكن نحن نستفيد يعني بإذن الله. ما شاء الله. نحن نستفيد والمشاهد يستفيد. نبدأ التقييم إن شاء الله. تقييم القارئ الخامس من اندونيسيا محمد رضا، لجنة احكام التجويد ولجنة الاداء الصوتي. يعني ما شاء الله القارئ محمد رضا جعل لجنة الاداء الصوتي كلهم يسهمون في التعليق على تلاوته. ما شاء الله. ما شاء الله. نحن في الانتظار شيخ احمد. اذا تم. شكرا لكم شيخنا، شكرا لاساتذتنا الكرام، شكرا لقارئنا محمد رضا. موفق، بارك الله فيك.